يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تصلي إذا أجهضت بجنين لم يبلغ عمره 3 أشهر؟ إذا بلغ 81 يوم ونزل عليها دم بعده فهي نفسة، أما إذا كان أقل من 80 يوم فإنها لا تلتفت إلى الدم لأنه نزيف وليس نفاسا، بل تصلي وعليها الدم لأنه نزيف وليس نفاسا. نعم.